في البداية أحب أرحب بالأستاذ عبد الإله بوشحابة، الصحفي الكبير في موقع أخبارنا، ويا رب أكون ضيف خفيف عليكم وعلى الأشقاء المغاربة إن شاء الله. أتكلم بالنسبة لإزاي الشارع المصري شايف حظوظ الفريق الأهلي اللي بيمثل نهائي دوري أبطال أفريقيا في أمام الوداد المغربي إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين إن شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان الاهلي ببطولاته بانجازاته الافريقيه والعربيه والمحليه كبيره جدا، واكيد الفريق الجمهور المصري والاهلاوي بشكل خاص بيضع ثقه كبيره جدا جدا في فريقه وبيساند فريقه بشكل كبير جدا نظرا للانجازات اللي بيعملها والانجازات الكبيره اللي عملها طول الفتره اللي فاتت دي طوال طريقه كمان يعني. فهو بيسانده بقوة جدا وينتظر العودة إن شاء الله باللقب الكبير. وانتوا عارفين إن كمان الأهلي يعني لو فاز بالبطولة المرة دي هيبقى فاز بيها للمرة ال11، طبعا أكبر فريق عربي وأفريقي تقريبا فاز باللقب ده، بعديه فاز الزمالك 5 مرات، الزمالك المصري. فطبعا اكيد الفرقه الجمهور الاهلي كله بيساند وما بيشكش لو لحظه واحده بس في تتويج الاهلي باللقب الكبير ان شاء الله. اما بالنسبه لحاله الجدل الكبير اللي حصلت في الشارع المصري بسبب اقامه المباراه النهائيه في المغرب، على فكره هو ما كانش جدل ولا حاجه، هو بس الجدل او اللي عمل الجدل ده او اللي عمل البلبله دي هو الاتحاد الافريقي، فانه هو اساء اداره تنظيم المباراه بشكل جيد. ده اللي حصل بلبله، هو ده اللي عمل البلبله في الشارع المصري. لو كان الاتحاد الافريقي احسن اداره المباراه واعلن من بدري عن ان المباراه هتتلعب في المغرب ما كانش فيها هيبقى في اي مشكله، ولكن هو للاسف اعلن بعد ما بقى الوداد طرف نهائي، طرف في المباراه النهائيه، فهي دي اللي عملت المشكله او البلبله. لكن ما بقتش مشكله، ما بقتش في اي مشكله، ما بقتش اي حاجه. الـ 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 الوداد شقيق مغربي والمغرب اشقائنا وحبايبنا، ما فيش اي مشكله خالص. وجمهور الاهلي متعود ان الاهلي بيلعب في اي مكان وفي اي حته، ما فيش مشكله خالص. ولكن زي ما قلت خلوني اكد بس على حاجه مهمه جدا جدا، ان الخلاف اللي حصل او البلبله اللي حصلت او الزوابع اللي حصلت والكلام الكتير اللي حصل ده كان سببه الاتحاد الافريقي مش اكتر، اللي هو لا المغرب طرف ولا رئيس المغرب طرف ولا اي ولا الجمهور طرف المغربي طرف في اي حاجه. هو المشكله كلها في اداره الازمه زي ما قلنا، وهي دي اللي عملت المشكله وعملت الضجه دي كلها. ولكن لو كان من البدايه خالص كان تم طرح الموعد المباراه النهائيه فين يا جماعه، في المكان كذا، خلاص ما فيش اي مشكله خالص يعني. بعيد واكد تاني لان دي عملت مشاكل كتيره جدا، مش مشاكل، عملت بلبله وكلام كتير قوي. ولكن طبعا احنا عندنا ثقه في الجمهور المغربي وعندنا ثقه في الشعب المغربي والاخوه المغربيه، فمفيش اي مشكله ان شاء الله يعني. كمان انا لا اعتقد ان المباراه النهائيه في المغرب ممكن الجماهير يحصل بينهم بعض اي حاجه، انا ما اعتقدش، لان الجماهير المغربيه فاهمه والجماهير المصريه فاهمه، ما اعتقدش. وفي برضه كل هيحاول يحافظ على حالة الأخوة اللي موجودة والترابط والتماسك اللي موجود بين البلدين، وأكيد المسؤولين في البلدين برضه هيعملوا على كده، سواء في اتحاد الكرة المصري أو في الجامعة الملكية المغربية، أكيد هيعرفوا الكلام ده كله وهيقدروا الكلام ده كله، وأكيد هم مقدرين ومدين الموضوع حجمه الطبيعي، وإن شاء الله هيبقى يطلع المباراة بشكل كويس جدا، والفائز سواء مصري أو سواء مغربي هو فائز عربي، هو فائز واحد عربي، وهنقول له ألف مبروك وهنهنيه كلنا وان شاء الله خير يعني. وانا لا اعتقد ان حتى لو الاهلي خسر ان هتفقدوا اي شيء، الاهلي عنده بطولات كتيره جدا وفاز على البطوله دي بشكل كبير جدا، وما اعتقدش ان هتمثل اي شيء. وايضا الفريق المغربي برضو له من البطولات حق من البطولات كتير وله شعبيه كبيره، فاكيد مش هتاثر عليه في حاجه. كمان انا ما اعتقدش ان هتبقى فيها مشكله، في نجوم من المغرب لعبت في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت، مثلا على سبيل المثال مثلا وليد ازارو لعب وسطع نجمه عندنا جدا في مصر في النادي الاهلي وكان هداف الدوري المصري،
وموجود دلوقتي بدر بنون مدافع النادي الاهلي، وطبعا برضو يعني انا اقصد الناس دي ان شاء الله يعني ليها برضو اثر طيب كاشقاء مغاربه بيلعبوا على ارض مصريه، ما فيش مشكله ان شاء الله. وان شاء الله يعني المباراه تطلع بشكل كويس بدون اي مشاكل، وهنقول الف مبروك للكسبان وهنقول هارد لك للخاسر. كمان اللي اسلج صدور المصريين جامد جدا وخلى الموضوع يمشي في سياق ممتاز وهائل، ودفع الجمهور المصري إلى إنه يتسابق ويجري يسافر ياخد تأشيرات للمغرب ويسافر عشان يساند الفريق المصري في المغرب. هو رد، هو التصريح الأخير اللي قاله رئيس الجامعة الملكية المغربية السيد فوزي لقر، ده لقى قبول عالي جدا وترحاب شديد جدا من الجماهير المصرية، وخصوصا بعد ما اقر بيه ان هو هيعمل تسهيلات جامده جدا وضمانات كافيه لحضور الجمهور الاهلاويه من مصر، وطبعا استقبالها بالوجه الذي يليق بالعلاقات الاخويه بين الشعبين في الشقيقين المصري والمغربي. هو ده طبعا عمل يعني هو ده بقى اللي ايه اللي اشعل اللي هو يعني هدى النفوس خالص وخلى يعني زي ما بنقول طفى النار اللي كانت موجوده وأخمد النيران زي ما بيقولوا بقى باللغة العربية. فده كان تصريح هايل جدا جدا، وكمان التلفزيون المصري بينقل تدريبات الأهلي وبينقل خطوات رئيس النادي الأهلي والبعثة المصرية البعثة الأهلوية في مصر في المغرب. طبعا ترحاب شديد وحسن استقبال بصراحة من الجالية المغربية كلها والمسؤولين المغاربة. ده يا رب يا رب إن شاء الله تكمل على خير، وده بصراحة عمل شغل حلو جدا جدا مع الناس حتى نفسيا، مما أدى إلى تسابق الناس للسفر يعني الجمهور المصري. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.